الصغيرة والمتوسطة لا يمكن أن تتبرع هذه الأسواق أو الممولين أن يتبرعوا بأموالهم دون أن يطمئنوا عليها. يعني هناك غياب للديمقراطية في دول كثيرة من حوض البحر المتوسط، ونحن نعلم ذلك جيدا. إذا كان التعامل مع الأنظمة غير الديمقراطية، أنا أعتقد أن الذي يدفع أموالا ويريد أن يمول مشاريع يخاف على أمواله إن لم تكن في هذه الدول ديمقراطية وفيها انتخاب حر ونزيه للقيادات. أما أن يدفع الأموال وهو يعلم أنه ربما لا تعود له هذه الأموال لن يدفعها. كذلك أيضا ذكر كثيرا الأمن والاستقرار السياسي. نعم، لابد من الأمن والاستقرار السياسي حتى يحدث التمويل وتحدث استدامة في التنمية الاقتصادية ويحدث رفاهية للشعوب. لكن أنا نلاحظ أن التبادل التجاري والاندماج الكامل في غياب الاستقرار السياسي أعتقد أنه لن يتم، وهذا محال. وأنا أقول أنه يعني معجزة أن يحدث سوق مشترك لدول البحر المتوسط ونحن نعيش في وضع ما في أمن ولا في استقرار. ما يتعلق في من أهدافها الحفاظ على السلام وضمان عملية التبادل بين الأعضاء بشكل ميسر واستخدام الأدوات المالية لعمل تنمية مستدامة. وقد كثر الحديث فيها عن قبول الآخر، كثر الحديث عن قبول الآخر والابتعاد عن الإقصاء، ونحن نؤيد الابتعاد عن سياسة الإقصاء. لكنني أنا أقترح هنا ميثاق شرف لأعضاء هذه الجمعية ونحن جزء منها، ميثاق الشرف بين أعضاء دول البحر المتوسط يقوم على عدم قبول أي عضو يحتل أرض عضو آخر. كيف يحدث تبادل تجاري بين الأعضاء وفيها عضو يحتل أرض بالكامل، أرض فلسطين، ونحن نعلم جميعا أن هناك شعب طرد شعبا وجلس مكانه. كيف نريد أن نتعامل أو أن نقبل أن نتعامل مع هذا الذي احتل أرضا بغير طبعا أمر غير شرعي؟ فهذا أمر مرفوض. وهناك هذا الذي احتل، هذا يقول الاحتلال الصهيوني الذي احتل أرض فلسطين يمارس القتل ويمارس الدمار ويمارس الحصار والإغلاقات، إغلاق جزئي في معابر غزة. هؤلاء 2 مليون نسمة عندما يحاصر، ألا يعتبر هذا ظلم؟ ألا يعتبر هذا إرهاب بمعنى الكلمة؟